هذا كهف الأوردة موجود عندنا في روسيا، واحد من أكبر كهوف العالم، وهو أكبر كهف جيبسي في العالم، يصل طوله إلى 5 كيلومتر. لكن الوصول إلى هذا الإنجاز كان محتاج مني أقوم بكثير من الإنجازات، فاستكشفت ما يقارب 50 كهف مائي إلى 70 كهف جاف إلى الكثير من الهايكينج. لأن الوصول إلى هدف واحد محتاج مني رياضات متعددة، قدرنا أن نستكشف أكبر كهف جيبسي في العالم، وهو أخطر كهف في العالم، يصل طوله إلى 5 كيلومتر. احتاج منا شهر كامل تدريب وتعاون وكوميونيكيشن بين أعضاء الفريق أن نقدر ننجز هذا الإنجاز الكبير، وأن نكون دوم رقم واحد، لأن الحمد لله شيوخنا وقادتنا عودونا وورثوا هذا الشيء فينا من الشيخ زايد رحمه الله، أن نكون دوم رقم واحد. شغف الشيخ زايد كان تحدي الكبير تحويل صحراء الإمارات إلى جنة خضراء، فهذا كان تحدي كبير، فنحن ورثنا هذا الشيء من شيوخنا، أن يوم نبقى نتحدى أن ما نوقف وما نرجع من تحدينا، لا بالعكس، نحن محاربين ومقاتلين ونحاول أن نتحدى نفسنا إلى ما قدرت أنجز هذا الإنجاز الكبير، وصل من هدف صغير إلى أكبر أهداف موجودة في العالم. نصيحتي لأي شخص، الكثير أنا واحد منهم كان عندي خوف وفوبيا من الأماكن الضيقة، لا تقول أنا ما أقدر، لا بالعكس، قاوم وحاول وكون عندك شغف وطموح كبير، صدقني بتقدر تحول نقطة خوفك إلى نقطة شجاعة. عينك على العالم.